المنصورة ببشارة رب العالمين. لذلك فالله نسأل أن تمثل جمعية السعودية المصرية للجان الأعمال انطلاقة لإدارة أمثل لمواليدنا وثرواتنا ولتلهيم أسواقنا الملأ بالفرص الاستثمارية ولتفعيل التفاهم للقضاء على عدة معوقات تؤخر انطلاقنا لتحقيق الخير لأجيال ومجيال. والله من وراء القصر. نرحب بكم اليوم في احتفال تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والتي تأتي معبرة عن عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. تعد العلاقات بين مصر والمملكة علاقات متميزة نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين الشقيقين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. ويشهد التاريخ أن القاهرة والرياض هما قطباء العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة والمشهودة التي تطلع إليها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. لقد كانت مواقف تاريخية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقيادة كامل الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز عظيم الأثر لتفاعل مجتمع المال والأعمال معه. ومن هذا المنطلق قررت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين تأسيس الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال. ومنذ اللحظة الأولى وضعت الجمعية نصب عينيها خدمة اتصال البلدين، وبعد جمع البيانات واستقراء الآراء تم وضع نموذج عمل الجمعية كما سنستعرضه معكم في 5 دقائق كاملة. في البداية أحب أتوجه للسعودية جلالة الملك الحكومة وشعبها على موقفها العظيم مع مصر في هذه المرحلة الهامة جدا من تاريخ الوطن العربي. وأمير غريب على المملكة العربية السعودية أن تقوم بهذا الدور، وهو دور حيوي وهام، وكان له الحقيقة من القوة التي أضاف إلى فورة هذه 25 يناير و30 يوليو الدعم العالمي. وإن شاء الله سوف يكون هناك أيضا المزيد من الاستثمارات لظل وجود كوكبة مثل هذه الكوكبة التي أراها اليوم في هذه الطاعة. أرحبكم في مصر الجديدة، مصر التي بدأت طول خطواتها في خارطة الطريق، وإن شاء الله سوف يكون لنا دستورا جديدا خلال أيام قليلة. أما عن خارطة الطريق الاقتصادية التي قمنا بوضع ملامحها الأساسية، تقوم على الشراكة الاستراتيجية الهامة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي للتنمية في خارطة الطريق الاقتصادية لمصر. والعلاقات المصرية السعودية من أقدم العلاقات التاريخية وأقواها، فالسعودية من أقدم المستثمرين في مصر، بل المستثمر السعودي الأكثر تحملاً والأكثر خبراً في السوق المصري، على الرغم من المشاكل والمصاعب التي واجهتها، إلى أنه كان دائماً متواجد وكان والاستراتيجية في مصر. إنه يشرفني ومن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم وأن أنضم إلى هذا الحشد رفيع المستوى للمشاركة في تنشين الجمعية السعودية المصرية للرجال.
أن يمثل هذا الحدث الهام بما يضمه من نخبة متميزة من أبرز رجال الأعمال من الجانبين فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب للتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وبداية اسمحوا لي أن أعرب عن ترحيبي وتقديري العميق لتواجد هذه الكوكبة من رجال الأعمال السعوديين في وطنهم الثاني مصر، والتي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين. والواقع أن مشاركتي في هذا الحدث الهام إنما تنبع من إيماني الكامل بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية، والتي تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في كافة المجالات، كما أنها تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي العربي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، لخلق روابط قوية ولدعم مسيرة التنمية وتحقيق المصالح المشتركة. ويأتي انعقاد لقائنا اليوم في توقيت هام وفترة بالغة الدقة في تاريخ مصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح، حيث نستعد بعد أيام قليلة للاستحقاق الأول في خارطة المستقبل، وهو الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصري على تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه واختياراته. أيها الأخ الكريم، يحرص مجلس الأعمال المصري السعودي منذ نشأته على زيادة نفق الاستثمارات بين البلدين وليما، ومصر الشقيقة الكبرى قلب العروبة الناضج، ولما لا ونحن نرى أمام أعيننا التطابق والتضامن بين قادة البلدين فيما تشهده وتشهده مصر من تطورات على كافة المستويات في الفترة الأخيرة. سيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يقوم مجلس الأعمال المصري السعودي بدور فعال نحو مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر، والتي وصلت إلى أكثر من 23 مليار دولار لأكثر من 3000 شركة. وكذلك يقوم المجلس بمساندة قطاع الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ أكثر من 400 مشروع، منها 100 مشروع برأس مال مصري خالص، و300 مشروع برأس مال مصري سعودي مشترك في استثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار. بداية باسم أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي والجانب المصري، أود أن أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة وشعب على دعم الموقف الكريم بعد ثورة 30 يونيو، سواء الموقف السياسي أو الاقتصادي اللي كان لهم. يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم وسط هذه النخبة المميزة من رجال الاقتصاد والسياسة والإعلام في توقيت هام بالنسبة للشعبين المصري والسعودي، يحتاج إلى كل شعار قومي يمكن توجيهه إلى المستقبل، وكل مبادرة من شأنها أن تزيد أواصر المحبة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين. ولنا في كلمات جلالة الملك عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إسوة، عندما قال جلالته في البيان الذي أصدره مؤخرا إن المملكة العربية السعودية تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلبا وقالبا، ولا تساوم حمل ذلك أي حال من الأحوال.
تأثير كبير جدا جدا في دعم هذه الثورة المباركة إن شاء الله. في النقطة الثانية أحب أوجه التحية وأبارك للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال على تنشيئها وبداية نشاطها، وأأمل إن شاء الله في الفترة الجاية بها وبينها وبين مجلس الأعمال المصري السعودي تعاون. وأعتقد إحنا مقبلين إن شاء الله على مرحلة استعراض الصور واستكمال خريطة الطريق من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأعتقد هي تاخد فترة في مرحلة الجنوب مما يساعد في بداية الاستقرار في مصر، لأن الاستقرار هو اللي هيكون أكثر العوامل الجاذبة للاستثمار. حبيت بس أقدمكم رسالة من الدكتور عبد الله الأحلام مؤسس هذه الجمعية العملاقة ورئيسها السابق، بأنه كان يحب ويود أنه يكون معنا اليوم، لولا أنه في رحلة علاجية ندعو له لأنه حيمر في عملية صعبة جدا، فندعو له. وحبيت بس أبلغكم هذه الرسالة عشان ندعو له، هو بلغني انه يسلم عليكم جميعا ويتمنى لكم النجاح دائما في هذه الجمعيه. شكرا. مشروع تخطى الاهداف والامال ونجاحه يمثلون منفذا في التنميه والاستثمار على ارض مصر الطيبه، وبجانب فكر وخبرات مجموعه متميزه من المستثمرين فبعد دراسه وافيه من اصحاب الخبرات جاءت يدفق مصر الدائم، وتحديدا في منطقة شرق العوينات على بعد 1300 كيلو متر من القاهرة، ولد أكبر مشروع استثماري زراعي في المنطقة. شركة وخار للاستثمار الزراعي والتنمية، شركة مساهمة مصرية. يا بيان حكومة المملكة العربية السعودية معبرا عن موقفها الحاسم، وقد أعطى سيدي خادم العقدين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز احفظه الله بأن المملكة ستقف قلبا وقالبا مع جمهورية مصر العربية. وأن القيادة السعودية والشعب السعودي يثق أن مصر برجالها ونسائها وقياداتها وحضارتها قادرين بإذن الله على التصدي لهذه الحملات الإرهابية ضد جمهورية مصر العربية. لقد سعدت بل وتشرفت بأن أحضر حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، وأعدكم جميعا بأنني سوف أكون بإذن الله تعالى سندا لهذه الجمعية في كل أمر